سيد كينغ، مين الرجال اللي طلع هلأ من مكتبك؟ بعرف إنه ما كان بدك ياني شوفه، بس ليش لا أعمل هيك؟ ما بعرف، هو كان قاعد مثل يلي عم يخبي وشه، ولما طلع كان مستعجل، وقت حاولت إني وقفه هنيك هو طنشني وراح. لهيك كان هالشي واضح كتير إنه هو ما كان حابب إني شوفه. بس ليش لا يعمل هيك؟ وشو يلي صاير من وراي؟ شو بيعرفني يا آليا؟ مو أنتي لحقتي؟ ليش ما وقفتي وسألتي؟ أنا بعرف إنه في شي عم يصير هون هلأ، لهيك أنت لازم تقلي مين هو وشو يلي صار بمكتبك. شو يعني أنت شاكة إنه إلي علاقة بخطف كيارا وإني بعرف الشخص اللي خطفها مو؟ إيه. وأنت ليش عم تفكري هيك؟ لأنه بعرف أحكم عن الناس منيح كتير. أنا كنت كتير حبه لأبو رابو لدرجة كتير كبيرة، وتنو كانت تحبه لأخي، بس كان في فرق كبير بين طريقة حبي وبين طريقة حبها. ما كانت تحب مثلي أنا، تنو ضلت تأذيها لمرت أخي، بس أنا ما بحياتي يا سيد كينغ فكرت أأذي البنت يلي حبها أبو راب، وهذا الشي لأني بحبه لأبو راب وبعرف منيح إنه الشخص يلي بحب حدا تاني أكيد صعب إنه يأذي لهالدرجة هي. مشان هيك أنا ما فكرت أبداً إني أأذي ديشا بأي شي، لأني بعرف إنه أبو راب ما بيقدر يتحمل بنوب يشوف ديشا عم تتوجع. وانت ليش عم تحكي لي كل هذا الحكي اليوم؟ انا عم احكي لك كل هذا الحكي اليوم يا سيد كينغ لانه بظن انك بتحبي نفس طريقه حبها لتنو يلي بتاذي، وما بتشوف شيء ابعد من الحب، وبجوز هالشي مو حب. يعني الست تنو ما فكرت ابدا قديش ممكن اخي يتعذب من انتقامها، وانت كمان ما فكرت بهالشغله ابدا. تنو ما بتفكر ابدا قبل ما تعمل اي تصرف غلط، وانت عم تعيد نفس غلطتها بدون تفكير، وبتعمل أي شي لتاخد يلي بدك إياه. أنت مجنونة ولا شو؟ يا ريت، يا ريت أنا أكون بنت مجنونة، وقتها كنت رح أعلمك درس بحياتك ما رح تقدر إنك تنساه يا سيد كينغ. لك سكتي آليا، سكتي بقى، عيب هذا الكلام، عن جد كتير عيب. براغيا وبنتك كيارا من فترة كانوا عيلتي، واخوك أبي شيك أخذ عيلتي مني وشتتنا كلنا. كيارا بتعني لي كل شي يا آليا، أنا بحبها لأميرتي كتير. هي الأميرة اللي عم تقول عنها هيك بتكون بنت أخي أبي شيك ميهرة كمان يا سيد كينغ، هي من دمنا وبعمره الدم ما بيصير مي حتى لو أنت ربيتها. حتى إذا كان آب هيشيك الأب الحقيقي لكيارا وبيحبها أكتر مني وقلوا نفس الدم، بس هي كبرت قدامي أنا، بحس نهاري ناقص إذا ما شفتك اليوم. بس هلأ ما بقى عم أقدر شوفها يا آليا، أو حتى إني أقدر أسمع ضحكتها. تتذكري إنه شي مرة عيلتك ذكرت إنه هي راحت لحتى تلتقي بكينغ أو رحت لألتقي بكيارا؟ لا، وما فيني أحكي عن كيارا مع أي واحد قريب مني مشان ما يعرف إنه ما حدا بيخبرني أي شي عن بنتي، وما عرفت إنه بنتي خطفت غير من نشرة الأخبار. أنا هيك صارت حياتي بلاهن، وذكرياتي اللي عم تخليني عيش، وذكرياتي اللي عم تخليني بالهند بفكر إنه ممكن شوفها شي يوم وضمها على صدري مثل زمان. أنتي بتحبي بوراب صح؟ وبتعرفي شو الوجع اللي بحس فيه الواحد لما بيبعد عنه الشخص اللي بيحبه وما يلتقي فيه أبدا. ما في أب بهالدنيا ممكن يخلي البنت اللي رباها تعيش هاللحظات. أنا بحبها لأميرتي فوق ما تتصور، ما بدي غير إنه هي ترجع وإني شوفها وإسمع ضحكتها وبس، ما بدي أي شي غير إنها ترجع لي. حبيبتي أكيارا، أنا أسفة كتير سيد كين، هذا الوضع خلاني خاف على بنت أخي كتير، ولهيك فكرت إنه أنت بتعرف شي، بس لا تواخذني. آليا بقدر ضمك؟